أي رسام مبتدئ أو حد حابب يتعلم الرسم بيبقى نفسه يرسم زي الصور والرسومات بتاعت الفنانين المحترفين، أو على الأقل شغله يبقى واقع شوية أو هو يبقى راضي عن نفسه. طبعا ده بيتوقف على حاجتين مهمين جدا جدا، هما الأوتلاين المظبوط والتظليل المظبوط. ده أول درس عن التظليل من سلسلة أو كورس قررت إن شاء الله أعملهم يعني للتظليل الاحترافي. كل اللي عاوزك تفهمه دلوقتي هو إن التظليل ده عبارة عن شوية شخبطة بنعملها بالقلم، بتكون معانا مساحة لونية. ممكن المساحة دي تبقى درجة واحدة او مجموعة درجات جنب بعض على هيئة تدرج. طيب في طريقة معينة للشخبطة دي؟ لا، هي شخبطة. اي شكل انت هترتاح له تعمله بايدك هيدينا المساحة اللونية، يبقى ده صح. ما ينفعش نتقيد بطريقة معينة، كل واحد ليه اسلوب بيرتاح مسكة القلم، وهو ده اللي انا عاوزه منك. ما ينفعش تربط نفسك بطريقة معينة لحد معين، لا، كل واحد يكتشف الطريقة المناسبة ليه. انا بديك الفكرة وانت بتنفذها وبتشوف انت مرتاح لانهي فيه. يعني ايه شخبطة؟ بتدينا مساحة لونية، يعني زي ما انت شايف دلوقتي انا هعمل مثلا 3 مساحات لونية، كل مساحة بطريقة معينة. اللي يهم في الثلاث مساحات دول ان هم كلهم ادوني نفس الغرض، ما يهمنيش دي عملتها بالطريقة دي او بالطريقة دي، اللي هو كتلة او مساحة لونية او درجة غامقة، نسميها زي ما نسميها. ايه الحاجة التانية؟ المفروض انت بتدرب ايدك، دي طبعا انا هشرحها لك، بس انت مطالب ان انت تنفذ وتدرب ايدك لحد لما توصل لمرحلة انك تمسك اي درجة من الاقلام، تقدر تجيب افتح درجة واغمق درجة من نفس القلم وبتدرج واحد. يعني هنمسك القلم مثلا زي ما انتم شايفين وهبدأ اغمق، وبعد كده من نفس القلم هعمل درجة افتح شوية، وبعدين درجة افتح تاني، درجة افتح خالص. طيب انا كده عملت الدرجات دي بس منفصل عن بعض، نفس الموضوع اكرره بس اوصل الدرجات دي مع بعض، يعني اعمل تدرج كامل من اغمق حاجة لافتح حاجة. طيب انا شغال على الوضع النازل اللي هو انا من الغامق وبنزل لحد الفاتح، لا، تبدأ بقى تدرب ايدك ان انت تعمل مثلا من اليمين للشمال او من الشمال لليمين. بعد ما انت تعمل التدريب ده، المفروض ايه الحاجة النهائية اللي انت بتعملها من ضمن التدريب؟ ان احنا بنبدأ نظلل دايرة ونحولها على شكل كورة، تمام؟ بنرسم اي دايرة ونبدأ نظللها بالشكل الدائري بتاعها لحد لما تتحول معانا لكورة. بنحدد الظل فين بالظبط ونبدأ نظلل على الأجناب، واحنا طبعا احنا وشغالين طبعا الموضوع الدائرة ده بالذات بيعود ايدك ان انت تظلل بشكل منحني، يعني مش انت مش شغال حاجات مستقيمات بس، لان في التظليل دايما هنتعرض ان انت بتظلل جزء مثلا من العين او جزء في الانف او البوق، فالحاجات دي كلها حاجات منحنية مش مستقيمات، فانت لازم ايدك تتدرب ان هي تاخد الاتجاهات المنحنية دي، تمام؟ طبعا هتتكرر الدائرة دي بشكل مكثف، يعني ممكن يبقى معاك اكتر من ورقة وتبدأ تعب الورق ده كله دوائر بالشكل ده وتظللها بكذا اتجاه، وكل مرة اتغير المكان للإضاءة فيها، مثلا مرة خليتها تحت، مرة فوق، مرة على الجنب كده. يعني الفكرة من الموضوع هو تدريب إيدك، احنا عاوزين إيدك دلوقتي تشعر بحساسية القلم، اللي هو أنا في المرحلة دي أنا هخفف، في الحتة دي هغمق، ده كله أنت مجرد ما بتاخد الفكرة في دماغك إيدك بتنفذ على طول. ده طبعا مهم جدا، يعني حساسية القلم دي مهمة خالص، ودي اللي بتفرق فنان عن فنان. يعني احنا بنلقى فيه اتنين بيرسموا كويس خالص خالص خالص، تمام، وبيجيبوا الملامح وكل حاجة وتمام، بس فيهم حد احساسه في التظليل اعلى من حد تاني، ده بسبب انه هو بيرسم كتير او ايده بتمسك القلم وتشخبط وتعمل تظليلات بشكل اكتر، فخلاص هو بيجيت حساسيته للقلم اكتر، وده اللي مطلوب مننا دلوقتي، تمام. ده كده كان الدرس الاول ان شاء الله، والدرس الثاني هنبدأ في تدريب على طول. ياريت اللي حابب يتعلم يتدرب على الكلام اللي انا قلته لك، ده هيفرق معك خالص.
وممكن تجرب الكلام ده. لو عاوز تعرف ده هيفرق معاك ازاي، ابدأ شخبط او اعمل التدريبات دي في ورقة، بعد كده كرر نفس التدريب في ورقة تاني، بعد كده كرره في ورقة تالت، وشوف اخر حاجة انت وصلت لها وقارنها باول حاجة انت كنت فيها، هتحس بالفرق. وان شاء الله نلتقي في الدرس التاني.